الشخصي قاعد. فيما يخص العنوان الاصلاح والتنميه، لان التنميه سوف تعيد بشكل مكثف في هذه المداخله، لذلك فقد يعني احببت ان ادرجها في العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد المصطفى الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اشكر بادئ بدء اللجنه المنظمة لهذا العمل على جهدها المتواصل، جزاها الله خيرا. كما أشكر شيوخي وأساتذتي الأفاضل الذين بفضلهم يعني الحمد لله أنا استطعت هذا الكرسي، جزاهم الله خيرا، سألتموني يعني التحاق بالجامعة. وكذلك الشكر موصول إلى الحضور الكريم. في هذه المداخلة كما سبق ذكر المنظومة الإصلاح والتنمية في المغرب المعاصر دراسة في جهود الذي نعود. بسم الله، إذا كان العالم العربي الإسلامي قد دخل في مسار انحطاط ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي، فإن مرحلة القرن التاسع عشر كانت مرحلة يقظة شاملة استطاعت أن تبلور جوابا حقيقيا عن التحدي الذي فرضه الاستعمار الغربي، وذلك عبر العودة إلى الذات لمحاولة إصلاح أعقابها السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تفريس وضعية التأخر التاريخي للأمة. ولا يمكن أن نتحدث عن هذه المرحلة من دون استحضار التيار الإصلاحي الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة التحول، وذلك في علاقته بالمجهودات الفكرية والسياسية الجبارة التي بذلها رموزه. ففي المغرب مثلا تشكل التيار الإصلاحي في علاقة مع المشرق، رغم ما تميز به من بعض الخصوصية التي فرضتها الذات المغربية، وكان بذلك قوة تحريرية استطاعت أن تقلب الأوضاع السائلة وأن تحول المغرب من دولة متهالكة يتفاوض عليها العاقل الاستعمار إلى دولة ثائرة ومتفجرة في وجه الآلة الاستعمارية. ونحن نستحضر هذا التحول الجديد فإنما نؤكد على المجهودات الجبارة التي بذلها رموز الحركة الوطنية الذين جسدوا قوة الفكر الإصلاحي المغربي على مستوى التفكير وكذلك على مستوى الممارسة والنضال. ومن هؤلاء الأعلام الذي اتخذته كنموذج الدكتور المهدي بن عبد، هذا الاسم الذي لم أعرفه أنا شخصيا إلا بعد أن دلني عليه أستاذي وشيخي أستاذ الدكتور إبراهيم رضا. وكذلك في يعني ناس سؤال طلب على موضوع البحث، يعني اقول ان اتخذت المهدي بن عبود نموذجا، فاغلب الطلبه لا يعرفون المهدي بن عبود. يعني هذه شخصيه هي مغربيه واصلاحيه، ويعني عملت بقوه في فتره من فترات في تاريخ المغرب الحديث المتاخر ولكنها غائبه. ولذلك سوف يعني كنت أود أن أقفز على التعريف، ولكن ضروري المعرفة بهذه الشخصية. يعد الدكتور مهدي بن عبود رحمة الله تعالى عليه واحدا من المفكرين الذين ساهموا في إيقاظ الوعي الإنساني وبناء الإنسان المعاصر على عدة أسس، وفي مقدمتها العقيدة الشاملة، حيث كان رحمه الله يسعى إلى تأسيس فكر إصلاحي تنموي إسلامي إنساني يوحد الجهود ويرفع القيود لإقامة الأمل ورفع الهمم وبناء مستقبل الإنسانية المنشود. فقد كان طبيبا لأنه كان يرى أن الإصلاح من أجل التنمية لا يكون إلا بسلامة العقول والأبدان، وكان مفكرا إسلاميا لأنه آمن بأن العقيدة الإسلامية هي الوقود الذي يشعل جذوة الإنسان، إذ العقيدة في نظره هي التي تدفع الإنسان قدما إلى الأمام وتسلحه بمعدات ووسائل تحقيق الذات وحماية النفس من الأهواء، كما ترشده إلى منهاج التقوى، الشيء الذي تتضح معه العقيدة الشاملة تكون شاملة علما وعملا، شاملة في الماضي والحال والمستقبل. إذا من هو الدكتور مهدي بن عبود، وكيف ساهم رحمه الله تعالى في عملية الإصلاح لإخراج العالم العربي الإسلامي من براثن التخلف والتبعية؟ أولا تعريف للدكتور مهدي بن عبود. وإذا بن عبود رحمة الله عليه سنة 1919 بمدينة سلا بضاحية مدينة الرباط عاصمة المغرب، حيث قضى طفولته الأولى، وتوفي أبوه وتركه صبيا لم يتجاوز السابعة من عمره، فتكلف بتربيته أمه ثم
يعني احترف هو بمهنه الحصاره. ثم بعد ذلك التحق الدكتور مهدي العبود بالمدرسه فاجتاز مراحل التعليم الابتدائي في الاعدادي ثم الثانوي بجد ونشاط ونبوغ متميز، فادخل اللغات الثلاث الفرنسيه والانجليزيه بالاضافه الى العربيه، وحصل على شهاده البكالوريوس سنه 1940 بليسي مولايوس بالرباط، وفي سنه 1940 التحق بالسنه الثانيه ديال الطب، ثم في سنه 1941 سافر الى فرنسا لمتابعه التعليم العالي بجامعه ليون لابول. وقد ساهم في الحركه الوطنيه والنضال لاجل استقلال المغرب وشمال افريقيا من خلال الحزب الوطني الى سنه 1944، ثم في حزب الاستقلال الى ان حصل المغرب على الاستقلال، حيث عين سفيرا بعد استقلال المغرب في الولايات المتحده الامريكيه ومندوبا دائما للمغرب في الامم المتحده. كما عين سنه 1960 استاذا بقسم الفلسفه بكليه الاداب بجامعه محمد الخامس بالرباط، حيث درس ماده علم النفس المرضي، وماده المذاهب الفكريه المعاصره وماده العقيده الاسلاميه. كانت للدكتور مهدي العبود عدة مشاريع فكرية، ولعل أهمها إحياء الأمم، عقيدة المستقبل، مفهوم الإنسان وطاقته الروحية في الطب، النفس والبدن والعلاقة بينهما. وبما أن الدكتور مهدي العبود رحمه الله عاش في عصرين شهد عدة اضطرابات ولا سيما عقد الأربعينيات، حيث كان هذا العقد عقد توتر وبؤس ودمار بالنسبة للإنسانية جمعاء. كما كان الاحتلال الفلسطيني من طرف اليهود وسياسة المد الاستعماري الصليبي بشمال افريقيا والشرق الاوسط وما خلف من ضحايا في صفوف المقاومة وما مارسه من نهب واستغلال واعتقالات وقتل واغتيال الابرياء واغتصاب الكرامة الى اخره، يعني اثر بالغ على نفسية الدكتور مهدي العبود، مما جعل غنمه الدائم البحث في اسباب الانهيار التي اصاب الامة الاسلامية وشروط النهوض بعد ان تمزقت رقعة التفكير بين مجموعة من العقائد والسؤال وبعض المسلمين ما يجري في الغرب. ترك المهدي العبود مؤلفات عدة جمعها الدكتور محمد دماغ الرحالي في كتابه الأعمال الكاملة للدكتور مهدي العبود، وهي كتاب رصد الخاطر أفكار ونظريات وخواطر، ويتكون من أجزاء. الجزء الأول تحت عنوان خواطر حول أزمة الحضارة المعاصرة وتطلع المستقبل الإنسانية، الجزء الثاني تحت عنوان خواطر حول مسيرة الفكر البشري، الجزء الثالث تحت عنوان التحدي الخلقي، كما له إبداعات شعرية وأدبية أخرى مذكورة، أيها الجيل الصاعد، وهو عبارة عن رواية فلسفية، العصر والنصر والشعر، الوالدات، أحكام ومثال متفرقات، أحاديث صحفية وإذاعية، عودة حيد من قبل الجزء الأول والثاني، وهناك مؤلفات أخرى منها في العلم والمعرفة والإنسان، طاقته الروحية، صراع عقائد مستقبل الإنسان في الخاطر. توفي رحمه الله 1992 ودفن في المغرب. الملح الثاني ركائز وخطوات الإصلاح في فكرة الدكتور المهدي بن عبود. كما سبق ذكري وطور الدكتور المهدي بن عبود أحد الرجال الذين أنجبتهم معركة الصراع الفكري التي دارت طرحها على أرض العالم الإسلامي في مرحلة الاستعمار وصناعة الاستقلال، وقد كان لتكوينه العلم وتخصصه الطبي واهتماماته بالدراسات الفلسفية والنفسية لون خاص وأثر واضح في مقدرته على تشخيص أهم حالات تلك المرحلة. وبما ان التخلف الذي تزرعه تحته وطأة البلدان العربيه والاسلاميه بات واضحا، وهو تخلف حضاري ترك مع القرون، وان التهديد الذي تواجهه الامه العربيه والاسلاميه في شخصيتها ووجودها هو تحدي حضاري وليس تحديا اقتصاديا فحسب، كما تأكد أن التنمية الإسلامية المنشودة والإصلاح لا بد أن تكون تغييرا حضاريا يتناول أبنية المجتمع كافة، وأن تكون هذه ويكون هذا الإصلاح نابعا من دين الإسلام وتراثه، وتكون النهضة الإسلامية الحضارية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي المقابل الموضوعي لذلك التحدي. فالجفاف فقد كان رحمه الله يجعل من ركائز الإصلاح من أجل بلوغ التنمية التشبث بالإيمان والعقيدة الصحيحة لتحقيق الإصلاح المؤدي إلى التنمية الشاملة وبناء مجتمع اسلامي يشعر اهله بالرقي والازدهار في فكره الدكتور بن عبود. لا بد في نظره من وجود عقيده، لان في رايه من المستحيل عقلا ونقلا ان يعيش الانسان بدون عقيده توجهه كيفما كان مضمون هذه العقيده، لانه اذا امكن اقناع انسان بعقيده ما فانه سينزل عند متطلباتها دون معارضه قويه، ومن هنا يعتبر عامل العقيده مهما وفاعلا في الاصلاح والتحضر والتنميه، لان الانسان يتاثر كثيرا بدينه ومعتقده. يقول الدكتور مهدي العبود: لا
لكل عقيدة ربانية كانت أو إنسانية أو حتى شيطانية أثر عميق في واقع الأمة، لأنها تبرر فكرها ونظرتها إلى الوجود. فالفكر المنسوب لأمة معينة هو بمثابة الروح للجسد والحياة إلى النفس. ففي الإسلام حياة النفس هي طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالأمة التي تسعى إلى تحقيق الإصلاح والتنمية والرقي للمجتمع هي أمة بمثابة جسم واحد متماسك الأجزاء متكامل الأعضاء، يتميز بأوصاف الحياة الإنسانية فوق البيئة الاجتماعية، وذلك في المعاش المادي كما في الحياة الواعية لحاجيتها المعنوية وضروريتها الأخلاقية ومسؤوليتها الدنيوية، مثل حفظ الكيان ودفاع عن الموت العليا والدفاع عن العقل والنفس والدين والأسرة والكسب الحلال. فالعقيدة في تصور المهدي المعبود هي الجسم، جسم الأمة المتناسق تسير بمقتضى المأولات العقلية والنفسية والروحية بالنسبة للإسلام، وذلك ضمن التصوير في دين التوحيد من أسماء الله تعالى ومن صفاته العليا اللائقة بالإنسان، وتجمع شتاتها من ناحية العلوم والمعارف والعرفان الذوقي الإلهام المسمى بالحكمة والسلوك الرفيع في دائرة الشعور الذاتي والجمالي، بروح المسؤولية العامة من فرد إلى فرد والمسؤولية الخاصة من فرد نحو ذاته، وكل ذلك لغاية المرسومة في الحياة العامة في حركة بناءة منتجة نحو الأفضل. هناك نصوص أخرى ونظرنا لداخل الوقت فكذلك من ركائز التنمية والإصلاح في فكر المعبود اهتمام الإنسان لأنه محور التنمية، كذلك الدعوة إلى استعمال العقل الإصلاحي الناقد يعني المتبصر، كذلك القيم ودورها التنموي في الإصلاح والتنمية. ثم هناك شروط يعني في فكرة الدكتور مهدي المعبود لتحقيق التنمية، هي مثلا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استثمار السنة الكونية، السير وفق سنة التاريخ، يعني كل هذا فقد كان رحمه الله تحقيق يعني كذلك من دين المفاجأة الإسلامية أن يكون هناك أمن وأن يكون هناك إعلام إسلامي، فقد كان في الحقيقة رحمة الله عليه موسوعة في كتاباته في الوقت. هناك يعني أسباب فشل المشروع الإصلاحي التنموي عند المهدي المعبود من خلال كتاباته، فكر غياب العقل الناقد، يعني تمزيق العقيدة والشريعة، تمزيق اللغة، الحروب الحضارية، تمزيق الثقافة، العبث في التعليم. ونمر إلى الخاتمة. عموما فإن الدكتور مهدي المعبود سعى جاهدا إلى ضرورة مشروع إصلاحي تنموي من خلال مجموعة من الآراء والأفكار، حاول من خلالها تجاوز الخصوصية الجغرافية واللغوية الضيقة منطلقا نحو الكون الواسعة التي تسعى إلى لم شتات الإنسان جمعا وتوحيدها من خلال المشترك الإنساني، وذلك رؤية تحقيق تنمية شاملة تعود بالأمة إلى مكانتها السابقة. وخير ما نختم به الكلام عن العلامة الدكتور مهدي المعبود هو شهادة الراحل الدكتور مهدي المنجرة رفيق دربه، حيث يقول يعد الدكتور مهدي المعبود يعد الدكتور مهدي المعبود مؤسسة لأولئك الذين ما فتئوا يولون أهمية بالضمير المحرك للحياة والإيمان بالله. والرجل ذو المنهجية الواضحة والتفكير السليم أيضا، ذو فكر نظري ثاقب، فكر لا ينفصل فيه بحث المعرفة عن الشروط الأخلاقية والطموحات الروحية والطرق الهادفة إلى تحسين وضعية البشرية. والحمد لله.